بص حواليك هتلاقي عمارات واقفه كده والبنى واقف فجاه، انت مش اخد بالك واقف ليه؟ واقف علشان الاسمنت في مصر وصل ل 800 جنيه. هو في حاجه زادت يا جماعه علشان يوصل 800 جنيه؟ ايه اللي بيخلي الاسمنت يتباع بره بما يعادل 400 جنيه؟ تكلفته في مصر، تكلفه الطن لا تزيد عن 200 وشويه، ليه يوصل ل 800 جنيه من 600 جنيه فجاه؟ المقاولين وقفوا، اللي بيبنوا بشكل خاص وقفوا، مجموعه من الكتاب والمثقفين والصحفيين تقدموا بخطاب للمهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومه بيتهموا فيه شركات الاسمنت بالجشع واستغلال ظروف البلاد وبيطالبوه بالتدخل. معايا الدكتور محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. اهلا وسهلا دكتور محمود. اهلا بيك يا استاذ خير. انا مش دكتور، انا محمود العسقلاني بس. ده اخدت الدكتوراه دلوقتي بسبب البلاغ ده، مش مشكله. دكتور او استاذ محمود، ما سبب البلاغ الذي تقدم او المذكره اللي كتبها مجموعه من المثقفين والسياسيين والصحفيين والكتاب للمهندس ابراهيم محلب؟ بص تخيل انت اعلامي شعبي وانت عارف الحاجات اللي بتاذي جدا في مصر، فكره ان الاسمنت ده تحديدا يرتفع سعره، لان سعر الاسمنت لما بيرتفع سلعه قائده، بيرتفع بناء على الارتفاع ده اسعار حاجات كثيره ثانيه. لما بيرتفع سعر الاسمنت، المكون الرئيسي في عمليه البناء هو الاسمنت. لما بيرتفع ده معناه ان انت بتوقف في حدود 9 مليون بني ادم بيشتغلوا في عمليات التشييد والبناء، دول من الممكن ان هم يعملوا لك انهيار للسلام الاجتماعي لو قعدوا على القهاوي وما وجدوش فرصه عمل ياكلوا عيالهم. تمام. بالتالي اي حد يلعب في المنطقه دي في التوقيت الحالي ده معناه ان هو بيحاول ياذي البلد. ده تضمه الى مجموعه من الحاجات اللي انت ممكن تتكلم على الاعتصامات والاضرابات والحاجات الفئويه اللي انت شايفها من كل ناحيه. واضح ان مصر بتعاني من حصار. للاسف اللي بيقوم بالدور ده شركات اجنبيه. سحبه النهارده حسب المعلومات الدقيقه اللي عندي من وكلاء موزعي الوكلاء وموزعي الاسمنت والتجار الكبار في حدود 3 مليار جنيه، ال 3 مليار دول في جزء منهم الان بيجري تحويله الى 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 عمله صعبه لتصديره للخارج. في شركات اجنبيه في اسبانيا بتدي مرتبات كبار الموظفين فيها من ريع مصر، من الدخل اللي بيجي من مصر. هم بيخسروا في كل دول العالم، الشركات عالميه لها فروع في كل مكان في العالم. المكان الوحيد اللي بيكسبوا فيه مكاسب باهظه، مكاسب فلكيه، هو مصر. ده سببه ايه؟ ده سببه ان احنا للاسف الشديد عندنا قانون لا يحمي المنافسه ولا يمنع الاحتكار وبيؤدي الى الجشع اللي انت شايفه النهارده ده. نعم. طيب. وبالتالي احنا طالبنا في البلاغ ده او في الخطاب ده، احنا بنقول لرئيس الوزراء انه هذا الغلاء الفاحش والمصطنع يحتاج وبصفه عادله لتعديل في قانون حمايه المنافسه. طيب خليك معايا يا استاذ محمود. انا معايا كمان مهندس مدحت استفانوس رئيس شعبه الاسمنت باتحاد الصناعات. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ خيري، ومساء الخير يا استاذ محمود. اهلا بيك يا استاذ باشمهندس. ممكن تفصل لنا ليه سعر الاسمنت ارتفع من 600 جنيه الى 800 جنيه فجاه؟ الحقيقه انه انا عايز اضم صوتي لصوت الاستاذ محمود العسقلاني بان انا اتقدم معاه متضامنا في هذا البلاغ الى معالي السيد رئيس الوزراء للتحقيق في الاسباب الحقيقيه لارتفاع اسعار الاسمنت في السوق حاليا، واللي حذرنا منها كشعبه صناعه اسمنت في اتحاد الصناعات، وبقالنا اكتر من سنه ونص بندور على مكاتب الوزراء وبندور على كل المسؤولين زي المتسولين نقول لهم المشكله اللي احنا بنقابلها انتوا ما انتوش حاسين بيها، لانه انتاج مصر اكبر من استهلاكها بكتير. فكل ما الانتاج بيقل كل ما احنا بنقرب من النقطه اللي هيحصل فيها ارتفاع للاسعار نتيجه نقص المعروض. والمشكله الاساسيه في هذا الموضوع هي انعدام الطاقه، بقى مش هنقول نقص الطاقه بقى دلوقتي، هنقول انعدام الطاقه. اللي هي العصب الاساسي هي شركات الاسمنت لسه بتاخد الطاقه بسعر مدعم؟ نعم يا فندم. لسه شركات الاسمنت بتاخد الطاقه بسعر مدعم؟ كاذب 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 من يدعي هذا الادعاء اعتبارا من سنه 2007. يعني حضرتك بترجع ارتفاع الاسعار الان؟ بعيدها تاني. طيب خلاص وصلت. كاذب ومدعي. حضرتك بتقول ان ارتفاع اسعار الاسمنت لا علاقه بانعدام الطاقه؟ ايوه، لا علاقة بانعدام الطاقة. احنا بنمر بأزمة حقيقية
كدولة وكقطاع صناعي وكصناعة أسمنت بالتحديد من الربع الأخير من سنة 2012 وقدمنا كل البدائل الممكنة المتبعة في كل دول العالم ولم يقبل أحد. طيب إذا كان الأستاذ محمود العسقلاني عايز يتهم حد إنه بيعمل ضد مصلحة البلد، يتهم من تقاعس عن اتخاذ قرار لحل هذه المشكلة، ودخلنا في دوامات من الخيالات اللي لا يستطيع أحد إنه يقبلها، لا يستطيع عقل إنه يقبلها لأنها ليست مطبقة حتى في أعتى الدول المتقدمة. طيب أستاذ محمود ردك عليه؟ ردي إن شركة العريش يا أستاذ خيري، شركة العريش التابعة للجيش المصري، شركة العريش التابعة للجيش المصري النهاردة بتبيع طن الأسمنت في المصنع ب 420 جنيه. هم ليه النهاردة بيبيعوا ب 720 جنيه؟ إيه السبب؟ ما هو بيقول لك السبب الطاقة. ما هو أولاً يا أستاذ محمود إذا كنت أنت بتعلم علم اليقين زي ما حضرتك بتقول ومصادر معلوماتك هم صامصرة السوق في صناعة الأسمنت في تجارة الأسمنت، حضرتك لازم تبقى عارف أن هناك سعر لبيع الأسمنت على أرض المصنع وسعر آخر في السوق يصنعه التجار. يعني انت عايز لازم حضرتك تكون عارف دي كويس قوي. 20 جنيه في المصانع بتاعتكم ده انتوا كاتبين على الشكاير سعر بيع للمستهلك. لا 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 معلش لا طب ممكن نسمع عندي. ممكن نسمع بعض علشان المشاهدين يفهموا بس حضرتك كده عندي يا استاذ خيري انا مستعد اجي لك واجيب لك الشكاير اللي هم بيدوروا عليها 800 جنيه سعر بيع للمستهلك. طيب ممكن نسمع بعض. الكلام اللي عندي ده كلامهم هم والشكاير موجوده. طيب واي حد ممكن ينزل السوق دلوقتي واي مكان اي عامل اي باشمهندس ليه في سعر في مصنع مختلف عن سعر مصنع تاني؟ ما هي دي المنافسه. منافسه ايه دي؟ المنافسه ان انا حد يبيع ب 420 وحد يبيع ب 720 فرق 300 جنيه. بس خير دول ما عندهمش اي حاجه اسمها منافسه. هذا الموضوع لا يصلح لملاسنات كلاميه. هذا الموضوع هو يعني مش مكتوب على الشكاير 800 جنيه. طيب انا بشكركم جدا. الامر امام رئيس الوزراء، الامر يستدعي الى تحقيق بالفعل عشان نفهم هي مشكله طاقه ولا مشكله استغلال ولا مشكله شركات اجنبيه.